يبعثها الله يعيها من؟ من يعيها؟ وتغيب عن من؟ تغيب عن الله. لا يكرم أحدا في الدنيا كرما دينيا ليخزيه يوم القيامة. الله منزه عن هذا. من الكرامة الدينية أن يجعلك الله في بيت من بيوته، من الكرامة الدينية أن يقيمك الله في الليل تصلي له، من الكرامة الدينية أن يلهمك الله ذكره والناس عنه غافلون، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله حنانا برا على والديك، من الكرامة الدينية أن يرزقك الله عدم الظلم لمن تحتك وأنت قادر لكن تحجبك تمنعك جلال الله مقام الله خوفك من الله، فهذه كرامة دينية ليست كرامة دنيوية. والله إذا أعطى عبده في الدنيا كرامة دونية إنما ليهيئه يوم القيامة لكرامة أكبر لمقام أعظم.